السعادة من بين 160 دولة شملهم تقرير عالمي عن معدلات الشعور بالسعادة بين الشعوب، احتلت مصر رغم ثورتها المركز 130. ليكشف التقرير عن جملة من المتناقضات وإشارات مؤشرها إلى أن دول الربيع العربي هي الأكثر شعورا بالتعاسة وخيبة الأمل، منها تونس التي جاءت في ذيل القائمة في المرتبة 160. يأتي في هذا الوقت الذي تتناقض فيه مؤشرات هذا التقرير الأخير مع مؤشرات وتقارير أخرى صدرت عن منظمات دولية تؤكد أن المصريين يأتون ضمن أسعد شعوب الأرض. إن شاء الله يا رب. يأتي التقرير تقرير الأمم المتحدة الأخير ليقترب من الحقيقة الصادمة، خاصة وأنه يستند لمؤشرات علمية، حيث يعتمد تقرير الأمم المتحدة على 6 متغيرات رئيسية يمكن أن تدلل على درجة سعادة الشعوب. هذه العوامل الستة هي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، متوسط العمر الصحي المتوقع، وجود شخص ما للاعتماد عليه، والحرية والقدرة على اتخاذ خيارات الحياة، والتحرر من الفساد والكرامة. ومن بين التقرير أيضا أكبر فائدة من الآثار الجانبية للسعادة، حيث يعيش الناس السعداء لفترة أطول ويصبحون أكثر إنتاجية وكسب المزيد من الأموال، وأيضا هم مواطنون أفضل. يسرنا أن نستضيف في هذه لمناقشة هذا الموضوع الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع. تعالوا نشوف رأي الناس في مضمون السعادة، أو ما هو مفهوم السعادة لكل مواطن، وبعدين نرجع. يمكن من رأيي الشخصي يعني عشان احنا عندنا نسبة البطالة عالية، مواردنا واحتياجاتنا اليومية مش موجودة، حتى كمان يمكن الناس اللي بتشتغل مرتباتها مش مكفياها، فالمسائل الترفيهية عندنا مش متاحة، فهتلاقي النيجاتيف انرجي مليانة عندنا كتير في البلد، فده شيء أساسي وطبيعي يعني ان احنا نخلينا من دول العالم اللي مش مبسوطة ترفيهيا يعني. كل الظروف صعبة، دوامة الشغل مع الحياة، فتلاقي كل حاجة صعبة، مش هتخلي حاجة، ما فيش مجال لأن أي حد في مصر يتبسط خالص. أنا رأيي إن الناس بقت قايسة مقاييس السعادة في حياتها بمبدأ الفلوس. يعني دلوقتي أنا باخد مرتب كذا مش هيكفيني في حياتي، فطول الوقت بقى ماشي في الشارع بفكر هعمل إيه، فبنسى او ما باخدش بالي من التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تفرق في حياتي. حد معدي بيضحك فضحك في وشه، ده مبقتش موجوده. بقى كله بيفكر هركب الميكروباص ده ازاي وهدفع فلوسه منين. دلوقتي لو السواق قال لي كذا، فالناس كلها نسيت ان هي السعاده في لحظه حلوه بين اتنين بيحبوا بعض. انا اشوف اتنين بيحبوا بعض هلاقي لا ده في حاجه حلوه لسه، الاقي حد شايف طفحان ومش معاه فلوس، انا معايا فلوس بس انا مش مكفياني فلوس، بس غيري مش معاه فلوس بس لما ابص له كده الاقيه بيضحك في وش الناس، فما بقتش اشوفها. اللي هو من كتر ما انا مركز في نفسي وفي بالي وفي همي وفي اللي بيحصل لي نسيت لا في حاجه حلوه. والله في حاجه حلوه. شفتوا انا كم السعاده اللي على وجهي الان. يسرنا ان نستضيف الدكتور خالد عبد الفتاح، استاذ علم الاجتماع. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك. اهلا وسهلا دكتور خالد. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك سعيد؟ اتردد طبعا في الاجابه بس على المستوى استاذ علم الاجتماع ما انا سالت نفسي السؤال ده ما عرفتش اجاوب. للأسف الشديد مفهوم السعادة نفسه هو محير للعلماء والمتخصصين، وفي بعدين في تعريفنا للسعادة. في بعد موضوعي مرتبط بشروط موضوعية ممكن ان احنا نقيسها، وفي بعد ذاتي حتى وان كان البعد الذاتي ده متعارض مع الشروط الموضوعية. يعني بمعنى ان احنا ممكن نفترض ان الشخص اللي تعليمه جيد ومستوى معيشته مرتفعة وبيستفيد من خدمات مستواها مرضي من وجهة نظره هيحقق سعادة او يعيش في مجتمع يتسم بشكل عام بالسعادة. وفي مقابل ده طبعا بهذه المقاييس الموضوعية. طب مين اللي حدد المقاييس؟ يعني الدراسات بتطلع على أي أساس؟ المقاييس بيحددها متخصصين، زي بالظبط لما نقول إن المؤشر الخاص بالتنمية مثلا. طب ما حضرتك الآن المثال اللي أعطيته إنه واحد متعلم وعنده ظروف معيشية، في منهم ويروحوا على المخدرات وينتحروا يعني بالاخر، يعني شوف يعني عنده كل المقومات انه يكون انسان سعيد. ويليامز يعني اكبر مثل على انه كان بينشر السعاده، يعني المقاييس تختلف طبعا. احنا ما بنتكلمش عن حالات فرديه، احنا دايما بنتكلم عن الترند، عن النمط العام، النمط العام في المجتمع. بهذه المؤشرات الموضوعيه انا يمكن ان انا اقيس على مستوى المجتمعات وارتب المجتمعات واقول ان المجتمع ده
مستوى في السعادة أفضل. يعني احنا بنقدر نحددها من خلال الخدمات المقدمة للمواطن. مش الخدمات بس، مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات، منها الخدمات ومنها مستوى دخل الفرد ومنها نوعية الأعمال المتاحة ومنها تيسير سبل الحياة مش عارف إيه. تمام بالزبط. ان الحياه يبقى فيها ميل ما او قدر ما اميل الى الرفاهيه. كويس. ومقابل ده في مفهوم تاني ذاتي ان احنا نسال الشخص السؤال المباشر اللي حضرتك سالته لي، انت سعيد في حياتك ولا لا؟ حتى وان كان انا ميت بالسعاده، حتى وان كان من افقر الناس، من افقر الناس ولا يستفيد من اي خدمات وهنا بتتدخل مجموعه كبيره بقى جدا من العوامل اللي بتأثر في النظرة الذاتية في نظرة الشخص الذاتية للحياة بشكل عام للسعادة ومنها مفهومها. وده من مشاكل المجتمع المصري بتاع المجتمع العربي كله مش المجتمع المصري بس. ان الخلفية الدينية بتخلينا في بعض الأحيان ان احنا لا يجب علينا ان احنا نمتعد ولا يجب علينا ان احنا حالة الرضا ننتقد الحياة أو ويجب دايما ان احنا نحمد الحمد لله. الحمد لله طبعا نحمد ربنا في كل احوالنا طبعا الحمد لله. وبنتصور مفيش حل هو لازم كده بنتصور ان هو ده ان انا عندما اسال في اي وقت ان انا بشكل تلقائي وفوري لازم اعبر عن درجة رضايا عن الحياة اللي انا عايشها خوفا من ان يكون هناك وجه اخر للعكس السعادة خوفا من رد فعل ربنا. ما انا ما حبيتش اقولها انه انت ناقم على حياتك ما بتشكرش الله ما بالظبط بالظبط. اذا مفهوم السعادة بقى بشكل عام هو فيه بعدين، فيه بعد بيتعلق بفكرة الرضا ودي اللي بناخدها في التعريف في المفاهيم الذاتية للسعادة صح. وفي بعد متعلق بالنظرة المادية اللي هي بيتم اختصارها في البهجة والاستمتاع واللذة ودي اللي مرتبطة بشروط موضوعية. للأسف الشديد نلاقي جزء كبير جدا من مجتمعاتنا العربية هي بعيدة عن البهجة والاستمتاع واللذة طبعا حتى وإن كانت بتعبر عن إحساسها بالسعادة في حياتها اليومية. حتى في المجتمعات التي تتمتع بالرفاهية مثل دول الخليج اللي مفروض في ظروف معيشية ممكن نلاقي فروق، يعني ممكن نلاقي فروق حتى يعني مش بالضرورة كل المجتمعات دي 100% يعني عندها إحساس باللذة والسعادة والبهجة لأن احنا بشوفنا. طب دكتور يعني الشعور بالسعادة طبعا يؤثر على الظروف الجيوسياسية للشعوب، مثلا في الدراسة تونس آخر دولة مع أنه كانت دولة متطورة وفيها روح وفيها يعني لقيناها أقل شعوب سعادة في الترتيب 160 دولة. هل الظروف الجيوسياسية أثرت لهذه الدرجة خلت الناس تبتعد عن السعادة؟ بكل تأكيد، لأن هي الشروط الموضوعية مين اللي بيخلقها أصلا؟ اللي بيخلقها سياسات اجتماعية واقتصادية المفروض اللي بيتسبب فيها بالأساس وبالدرجة الأولى الحكومات. أنا بعمل سياسات بتحقق هذه الحالة عند المواطنين بتوعي ولا؟ وبالمناسبة ممكن نلاقي جزء كبير من المواطنين الأمريكيين هم لا يشعرون بالسعادة على الإطلاق. مستوى المعيشة في هذا المجتمع هو أو أسلوب الحياة يعني أسلوب حياة جاف جدا وبه كثير من الضغوط اللي بتخلي المواطن الأمريكي طول الوقت تحت ضغط الأقساط الشهرية طبعاً. وتحت ضغط ترتيب أو تأمين المستقبل أمريكا وأوروبا كل عايش على يعني في بعض الدول في أوروبا نلاقي المستوى فيها مختلف وأعلى ما يدور أكثر دول سعادة حسب الدراسة هي النرويج بالضبط فنلاقي حتى داخل النظم الدنمارك حتى داخل الدول اللي بتتبع نظم رأسمالية هنلاقي فيه فروق في فروق بين هذه الدول فالمسألة مش بس قدرة وقوة عظمى على مستوى العالم لا طبيعة النظام الرأسمالي في أمريكا مختلف عن طبيعة النظام الرأسمالي في دول أخرى ومنها أوروبا في النظام الرأسمالي في أمريكا ونظام رأسمالي ممكن نسميه أو بعض المتخصصين يسموه نظام رأسمالي أناني شوية يعمل لمصلحته مش لمصلحة الأفراد لمصلحة الأفراد صح لمصلحة رأس المال مش لمصلحة الأفراد عكس اللي متبع في السويد والنرويج والأفراد هم الوقود في إعطاء القوة ويخلق دايما عند الناس وهم المال صح وعشان كده وده اللي خلينا نفهم بعض الاقوال اللي قالوها الاخوه في التقرير ان من الزائف دايما ان احنا نربط السعاده بالقدره الماديه صح هذه الفكره اللي خلقها اصلا هو النظام الراسمالي وان دايما الناس يخلق دايما عند الناس
الوهم ده ان عشان تحقق سعاده افضل لابد ان انت على مال أكثر. تحقق قدر اعلى من المال، وعشان تحقق قدر اعلى من المال عليك ان انت تشتغل اكتر او تستهلك اكتر. طيب وعشان تشتغل اكتر وتستهلك اكتر، هنا الاستهلاك بعض الناس بتسويه ان السعاده هي مزيد من الاستهلاك. دكتور احنا بكل سعاده خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل فضل. فاصل ونعاود الحديث مع الدكتور خالد. بعد الفاصل تقرير دولي يعتمد الفساد مؤشرا للتعاسة. بكل سعادة نستقبلكم من جديد. خلاص هتبقى التيمة بتاعتنا بعد كده. دكتور خالد مازال معنا منورنا في الاستديو. في 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 ما زالت حلقه منقوصه، معنى السعاده، انا اي شيء حلو في حياتي استمتع به اذا هي سعاده. حتى لو حصل يعني وعكه كذا في الطريق وربنا شفاني منها وعافاني اشعر بالسعاده، لكن على مقياس الشعوب، على مقياس الشعوب. تحديدا مع ثورات الربيع العربي اللي حصلت، واعتقد انه مقياس السعاده اختفى. احنا يوميا في مآسي، يوميا في اخبار تنقل من هنا وهناك جرحى وقتلى هيسيب اثر نفسي معانا لمده قد ايش عشان نقدر نتخلص من هذا الكابوس ونشعر بالسعاده حتى بصغار الامور. كابوس ايه بقى؟ كابوس الربيع العربي. طيب احنا يعني بدايه انا اتحفظ ان اللي حصل في من 2011 كابوس. واحنا كمان هو كابوس. اقول لك ليش هو مش تحيز للضرر ولا طرف او لا، على تسميه الربيع العربي. يعني المصطلح ده احنا مش انا مش مقرر المصطلح مرفوض، انما الاحداث نفسها ما نقدرش نقول ان هي كابوس قلبا وقالبا. ما فيش كلام. انما واحداث غزه الداميه يعني نفسي اشوف ملامح للربيع، شجره خضراء، ورقه خضراء، شيء ما فيش. طبعا ده موضوع تاني، يعني موضوع ممكن نتكلم فيه في حلقات. تمام. انما خلينا نقول ان الاحداث الكبرى بهذا الشكل هي ما بتغيرش في مقياس السعاده. تمام. حتى لو استمرت لفترات طويله دكتور ما تغيرش في المقياس، المقياس نفسه في طريقه قياسنا لسعاده الناس وسعاده البشر عمرها ما تتغير، بس معدلات انتشار السعاده دي هي اللي هتتغير، زيها زي اي ظاهره اجتماعيه اخرى. بمعنى ان من المتعارف مثلا على سبيل المثال ان المجتمع المصري ده من اهم سماته انه يتسم بالفكاهه. وكان في وروح الدعابه طبعا في اول القائمه، اصبح في ذيل القائمه. ده دلوقتي نقول ان هو قل شويه وتراجع وكذا. ليه؟ لان في ظروف اقتصاديه وسياسيه وظواهر اجتماعيه جديده طرقت على المجتمع المصري خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. فده يخلي الإقبال الناس على الحياة بقى مختلف. مختلف طبعا. مختلف طبعا. وفكرة الإحساس بالسعادة هنا تخلي الناس تترجم عند بعض الأحيان زي ما حضرتك قلتي في بداية الفقرة، إن على الأقل وزي ما الزملاء قالوا في التقرير إن على الأقل أحس بالأمن. بالأمن تمام. أو على الأقل الضغوط والمشاكل الحياة اليومية تقل شوية. ليه؟ لأن المستوى المعيشي بقى ضغط جدا. طبعاً. وارتفاع جنوني في أسعار وخدمات الناس مش قادرة تلبيها. ضغوطات محيطة بيك من كل الجهات طبعاً. كثيرة. كل ده بيقلل من نظرة الناس للحياة وإقبالها على الحياة. انفتاحها على الحياة. ارتياحها الداخلي، ثم ترجعوا بعد شوية درجة الرضا. والعبارات التشاؤمية دايما الموت، المش عارف ايه، بالزبط. احنا ليش عايشين، احنا ايش اللي بيحصل، خاصة من فئة الشباب. طبعا. بالظبط. الفئة العمرية اللي فبقى معدلات الرضا كمان قل. اقل طبعا. فضلا عن ان المعدلات دي ليها جذور من قبل 2011. يعني كان في معدلات بطالة عالية، في معدلات فساد منتشرة، في درجة عنف سيدة في المجتمع المصري. طبعا نسبة تحرش جماعي بنتكلم عليه من قبل 2011 بالمناسبة. طبعا نسبة جريمة عشان الناس بتنسى. بسفرات غريبة. بالظبط. ما كناش نتوجهها. كان في كمان ظواهر باينة من قبل 2011. وجات 2011 زودت هذه الظواهر السلبية والأعباء والضغوط. فإقبال الناس على الحياة اختلف وانخفض إلى حد كبير. يبقى ان احنا نقول ونأكد على فكرة ان من الخاطئ عند كل شخص ان هو يتصور ان السعادة تساوي فلوس، حتى وان كانت الظروف اللي حواليا محيطة، وان مهم للناس لكل فرد ان هو يبحث عن اشياء صغيرة جدا في حياته ممكن تسبب له سعادة كبيرة جدا. سعادة كبيرة جدا حتى ولو كانت عند بعض الناس
ضحكه من طفل صغير، ابتسامه من ابن كذا، لما في اسره او زياره لشخص بصديق زميل دراسه قديم الى اخره، حتى ولو تطلب في بعض الامر، وانا بعمل ده احيانا على المستوى الفردي، ان انا اتمشى في شارع من شوارع القاهره التاريخيه لوحدي الساعه 7 الصبح مثلا، الساعه 7 قبل الزحمه. مش هي الفكره، مش ما هي ما هو انا بعد لك ضغوط الحياه اللي بتخلي الناس تفقد الاستمتاع حتى بشيء يفرحهم. 7 الصبح ليه؟ انا بحاول اخف عنك اللي هيحصل، انت حر. مين اللي مستنيك؟ لا 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 اطلاقا، هي بس فكره التامل المكان اللي ما بيبقاش متاح مع الازعاج والضوضاء. ده رقم واحد. رقم اثنين، هروبا من الحر، لان الصبح بدري بيبقى الجو لطيف، ويعني لسه الرطوبه والشمس ما سخنتش والرطوبه كذا. عند بعض الناس ممكن السعاده تدخل عليهم في فنجان قهوه مع قرايه جورنان في مكان ما هو بيفضله. دكتور بالنسبه مثلاً للسيدات السعاده في الشوبينج مثلا، انا مبليه بالموضوع ده. طب ايه تبرر؟ حتى مش هو طبعا ده هيجي على حساب الرجاله بعد شويه. لا لا على حسابنا خلاص، احنا استقلينا بشخصياتنا، ما عاد فيش كده. انا لو مكتئبه والله العظيم، يعني انا لو ما اشتريتش، وحتى لو عندي منها وعارفه انه عندي وعارفه انه مش هستخدمها، اشتريها فبشعر بالرضا وبالسعاده، وممكن ارجع البيت وانا مرتاحه نفسيا. كويس. هنا بقى انا مش بعمم، وهنا عند اللحظه دي بالتحديد مش مطلوب التعميم. المطلوب ايه؟ المطلوب لكل شخص ان هو يتامل ذاته، هو ايه بالظبط اللي بيحقق له سعاده. ما هو بيرجع ينقلب ادمان بعدين، انك طول الوقت في تتخانق مع زمايلك، تروح تشتري حاجات، تجلس في البيت تعبان تنزل تشتري حاجات. هي ظاهره عند الستات يعني بصفه عامه، مش بالضروره الشوبينج يعني، بس انا اقصد ان مهم لكل شخص ان هو يتامل ذاته. وان هو يسال نفسه هو ايه الحاجه اللي بيعملها يحس فيها بنشوه. بنشوه سعاده هي دي، حتى لو كانت حاجه تافهه من وجهه نظر الاخرين. مش مطلوب ان هو ينتظر حكم الاخرين على افعاله، هو بس اللي هيجد مردود هذا الفعل على نفسه. مش مطلوب احكام، مش مطلوب حاجه تكون غاليه قوي، مش مطلوب النظر للاخرين، لان بعض الناس زي ما قلنا على وهم المال، ان دايما التطلع لمستوى معيشه اخرين. ودايما بنقول للناس ان ليك ان انت تبقى واهم ان انت لو حققت هذا المستوى المعيشي هتحس بعيد بالسعاده، لان عند هذه اللحظه برضه هتنظر لمستوى معيشه ناس اخرى او اعلى. فمش ده الفكره، السعاده مش دايما فلوس. ما هي الرأسمالية اللي وصلتنا ان احنا اللهث وراء الفلوس دائما هي مصدر السعادة. بالزبط. فدائما تزعل لو انخصم من مرتبك، تزعل لو رفدت من عملك، تزعل انه انت مش واثق ان الحياة هتكمل، وتفرح لما تاخد مكافأة عشان هتصرفها في السوق وهتشتري سلع وهتدور المصانع وهتشغل. هالكلام مش لينا، انا عارفة. مفاهيم كثيرة فعلا والله. طب دكتور، يعني في روشتة كده للسعادة ممكن نبسطها للمشاهد، مشاهد صباح مساء، لأنه الآن يعني الناس فعلا يعني كلامك قيم، ولكن الناس محتاجة إلى واحد اثنين ثلاثة، أنه إيه اللي ممكن يخليني في الظروف اللي أنا عايشة فيها أنبسط وأصير أصبح سعيدة ببساطة. ببساطة صح، أمور بسيطة. هنا بنتكلم عن ثقافة السعادة. مهم، وده بالمناسبة مش مسؤولية أفراد بس، هنا مسؤولية الحكومات كمان. الحكومات إذا أرادت لمجتمعاتها إن هي تبقى مجتمعات سوية وتتسم بالصحة، لأن الإحساس بالسعادة وممارسة السعادة ليها آثار إيجابية كتير على الصحة النفسية للأفراد. فلينا إن احنا نتخيل ربة منزل حتى قائمة على تربية أبناء وتنشئة أبناء، وهي بتربي أطفالها وهي سعيدة ومقبلة على الحياة، ولا وهي مكتئبة وممتعضة؟ مدرس بيدخل الدرس بتاعه بيشرح للطلبة وهو سعيد ومقبل على الحياة، ولا وهو مكتئب وممتعض؟ إلى آخره. المدرس هيدخل وهو مبسوط، إلى آخره، مجموعة كبيرة من الناس. إذن عند هذه اللحظة وإحنا بنتكلم عن السواء والصحة النفسية والاجتماعية للمجتمع، تبقى مسؤولية حكومات. ده رقم واحد. انا باكد ده عشان بس ما فيش المتخذ القرار والمسؤولين من حرماننا من السعاده طبعا. ومهم ان التفكير في هذا البعد يصل على درجه التخطيط للموضوع كمان. صح. بمعنى ان مسؤوليه الحكومه فكره اتاحه حدائق عامه. أيوة. حدائق عامه للبشر، مش وجاهه
ولا فكرة تحسين للبيئة بس، صح. ده كمان مفيدة لصحة البشر ومصحة الناس، الناس تخرج بره ترتاح تشم هواء، مش ضروري أدخل مكان فايف ستار أدفع بالزبط. فلوس و... وإن ده بيدخل على بعض الناس إن ما كانش غالبيتهم يعني قدر ما من السعادة حتى لو ضئيل، ده مهم طبعا. فالطريقة دي من التفكير تبقى مسؤولية حكومات بالدرجة الأولى. طب دكتور معلش في الجزئية هذه، يعني في الدراسة بتقول مثل ما ذكرت في الأول أنه ثلاث أول دول عندهم سعادة هي قلنا الدنمارك والنرويج والسويد. لا السويد لا فيهم أعلى نسبة انتحار، يعني كيف تبرر التناقض؟ لا دي مسألة تانية. ما هو في تناقض. لا مش الانتحار ليس مقابل للسعادة بالمناسبة، يعني لأن الانتحار له تفسيرات اجتماعية كتيرة جدا 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 يعني وفي دراسات معمولة وعلم النفس وعلم الاجتماع عمل فيها دراسات ومن سنوات يعني فيها يعني من أولى الدراسات عن الانتحار عملها إيميل دورقايم من أول القرن العشرين من أوائل القرن العشرين يعني فاحنا بنتكلم عن 100 سنة دراسة معمولة يعني. ما هو يسبق الانتحار اكتئاب، يعني يكتئب بعدين ينتحر بالضبط بس هنا سعيدة اللي هو عارفها انا سعيدة حنتحر بيمر عندهم نسبة يعني الاكتئاب شديدة جدا وعالية. الانتحار له تفسيرات كتيرة جدا مش بس فكرة السعادة، في مجتمعات زي اللي عندنا ممكن نقول ان بعض الضغوط الحياة وفقدان فرص في الحياة تخلي الناس تقبل على الانتحار، زي مش لاقي وظيفه وحد متخرج بتقدير جاي يعني بتقدير مرتفع ومش لاقي فرصه يحقق بيها ذاته الى اخره. انما في بعض المجتمعات الثانيه ما احنا شفنا ناس ناجحه جدا وعندها اموال كثيره جدا 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 طبعا وصل لشهره عالميه جدا جدا، بس هو وصل لقدره لدرجه ان هو مش لاقي حاجه في الحياه يعملها صعبه بالنسبه له او بتمثل له تحدي كله متوفر فكل شيء متوفر وما عندوش يعني ما عندوش يعني صعوبه في انه يلاقي يعني كل شيء قدامه ده مشكلته في الحياه. فعند الانتحار له تفسيرات تانية كده الرضا مهم جدا مهم ان احنا ما نربطوش او ما نحطوش على النقيض من السعاده انه الغنى معناها السعاده بالزبط. وان الفقر والتعب بالزبط. يعني بالزبط. النصيحه الثانيه زي ما كنا بنقول من شويه على مستوى الافراد ان الناس تسعى وراء المهم ان الناس تسعى وراء السعاده تسعى وراء وتبذل مجهود من اجل التفكير فيها والتخطيط ليها ان تطلب الامر طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان السعاده محتاجه في بعض الاحيان وفي بعض الممارسات اقتصاد طبعا زي المصايف وزي الاجازات الطويله وزي عشان ما تقلبش تعاسة بعد ما الفلوس بالزبط. تخلص فعند مستوى معين محتاجة تخطيط طبعا. وتخطيط مع الأسرة مع كمان الأسرة مهم والحاجة الأخيرة إن الانتباه للأشياء الصغيرة في الحياة جميل يعني أنت ده مهم وعلى مستوى الأفراد الأشخاص مهم إن كل واحد يكتشف ذاته ختمتها بقول الفصل والله عن جد دكتور شكرا لك وصفة السعادة السحرية دكتور خالد عبد الفتاح شكرا لك على شكرا هذه المعلومات القيمة تسلم فاصل ونعاود الحديث